انتقلت من هالبيت لبيت تاني عند قرايبي، ومن شدة الانفجار صار البيت غير آمن وغير صالح للسكن كليا. أنا بيتي قريب كتير من البور، الانفجار أثر كتير كتير على بيتي، كسر الإزاز وانقبعوا الأبواب. اجت جمعية غنى وصلحت لي البيت كله بكامله، شبابيك ركبوا لي، باب البيت رجعوا لي جديد وأحسن من الأول. حتى لما اجت جمعية غنى زبطت لي بيتي وسويته، وصار فيني قبل قليل فوت عليه، وصار انه بيت يعني شارع بيقدر واحد يفوت عليه ويسكن.